بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى حكب الله بنا آيات أفرطا إيات الضباء إلى آيات اللحدة إي أفر وسورة الحجوي آيات هو روحي أهيد أفلم يسيروا ميان يسعوني في الأرض دولك وفتكون أي أهات لهم يقلوب قلبي له يعقلون بها يوحكوا فهمان عبارتة تيرتي يوحيابها الدعي أي كفهمان أو آذان الدقاء أي أسقنادان يسمعون أي كمغلان بها وحيابها تيرية تاريخ ذا فإنها قسلة تيرتي وحاوي إلا تعمل بصاره إلاهن ظاهر كيه ممد ورمان وممد وبادان معنى هدين مدوبانا وحب الله نقول ما يوين ولكن تعمل قلوب وقلبك مدوبانا الله في قلوبك في سدور ويستعجلونك ويكاد الدجيسان يا بالعذاب عذابك وقرموا اللعبة كله ولن يخلف الله ألا نمقوا بي لو وعده بلنتيس وإن يوما معل وعند ربك ربك أكتيسيه كألف سنة كن سنة إلا متى ومما كي تعدون آخر سطان إليكم وإذا دجتنا اللهم إن كان أهلا والعقصى أنبر علينا حجارة من السماء أويتنا بعذاب أليم بينه نظر بن حاره يا وحن وهدو حقه محمد هو عذاب دوش نقص وداري بينه عذاب كيف يبدأ دجتنا قال أنا بلنتي سكام بحو عذابك أو بلن قاضي يا مشركين تأو كرهي دي دونه وإيمان دونه لكن الله وقت جيسا هل كم مالين الله أكتيسا يا كل سنة واحد تستان لمنه يعني كأكس وحب مساجوي هل يوم بلت هاي وي الله سبحانه وتعالى عندي جيس عذاب كان اللي نكذب لقاي هل ما علينا ولا مدي عذاب كان اللي نكذب لقاي مر كاد ما تام بيدن كوب الله أبن عذابكو مر كذب لقا أو الله ذب لقا يدن كوب تاكسين إنسان الله أكتيس وحكي هاي هل ما علينا أنت عذاب كان اللي نكذب لقا هل ما علينا وكله وي مر كان البلد هي سكام بحو كاني عذاب كان عدد الجيسان إنسان وإذا كل عدونا هسوق وايله وعقل حموي وين يداهم بأهيل إله وهدو حقيها نفهم سيه حق السلاة صوها ويستعجلونك وحكادة دجيسا بالعذاب عذابك وإله وهدو وحن حقيها عذاب نقفت بأيده ولن يخلف الله ألا نمقه بيالوه كمبحه وعده بلنتي سوى إيمان عذابك وألا بلن قاضي واتيني انت ماذا وإن يوما مالين وعند ربك ربك أكتيسي كألف سنة كن سنة وكلوهي ومما كي تعدون آتي ستانا معنى دبلغة نؤلاء دبلغة هل مالنا مرد النبا دبلغة ودبلغة كن سنة هدو دبلغة هل مالنا ألا أكتيس كتاه يعني أمه راجوه وكأي إنبضان ومن قرية مقالاء يعني أمليت أكادي يقولي لها إيغادة والعذاب كي أغسق كدبلغة وهي ظالمة ظالمة ذات الظلم كل حجرته ثم أخذتها وانقبتي وإلي حقي وأهادي المصير أهشو أنا بالله إيمان دون الله وحولي هاي إمن تيم قالوا وإن عذابك كذب لقى يضا ظالمه ظلم قيك عن تكولي كذب أنا عذابك أسود لكنين سيبال أي طوبة كينا فرصة بعضاتك الله سينا يا مركي أنقبتي عذابك وكل عينة وحوي محكمة ضيدة أنا بالله إيمان دون أنا بالله إيمان إن الله لا يملك ظالمة نبي غيري فإذا أخذه لم يفيده إلهي ذلك هو أسوء أبدو كاري أهدو مرقبته خلاص هو لما مات بك الله سبحانه وتعالى سيدا سولي هايو وحبيين عذاب ذا جيسانينا وبسكا إمان دونا هسوكو وعين وين وكأي إنبضان ومن قرية مقالاء كان أمليتو كذب لغي عذاب كون أكادي الله إيانا وهي ظالمة نايتا ظلم كفراها كل جرس ثم أخذتها وانقبتو عقابتي بان كرتدي وإلي حقيقو أهدي المسير أهنسو أنبع لإيمان دونا عذاب قلده أدونك كله يكون كله عذب لما محكمة ضيدهم بإيمان دون تاوي قلوا حاتنا أنه إله محمد يا أيها الناس صدتك يوم إنما أنا أقول لكم إذنك وحانو أحي نذير دقنين بحية مبين وحضينا إياه ودقنين تعضينا إياه عضنا إساق وادحوان دنك لودنين فالذين كوا آمنوا مؤمنوا وعملوا عمل فلا أسهل حات عمل وناكسا اللهم حاوسنا هذه مغفرة دم الداف يورزق رزق كريم ونكسل هذه رزق كريم القرآن كان لقصه وعجلنا دوا الله سبحانه وتعالى ذاتك وحاضر شابتها
anigu cadaabka ma hayo ma keenin karo anigu wadiifadaydu waa inaan idin digowey oo si fiican idin ku digo wadiifadaydu waa inta cadaabka Allah hayo goortu doonana keenin ma hayo anigu cadaab limo idin kara ku dhabaalay marka dadka muuminiinta amalkoodu saalix yahay dambillaaf bay leeyihiin iyo rizqi kariima wa jannada way wahiya janna amalka saalixa in badan baan baraarujinay wa ina shirki iyo bilac midna soo galin amalka saalix ka saleeyna ay yakuuna lillaah wahda wa in alla dagti loo sameeyo wa ay yakuuna ala tariiqati nabiy illah wa in yah marka soo amal saalix noqon haday bidac soo gasho ama shirki soo galo amal saalix ma wa ay guri way ay guri dama taqaana xooluhu ma daaqaan baasha barinta baasha ka baxdo xooluhu ma daaqaan Allah wuxuu leeyahay qul waatila ya ayuha naasu dadkiyow innama ana anigu waxaan ahay lakum idinka oo nadiirun digniin bixiye mubiinun oo cadaynaya wa ismi faa'ilo min abana kaade mubiinun cadayn sida wuxu jiraa buu cadayn mubiinun isaga laftiisoo cado aan dad kale wadanin fal ladina kuwa aamanu mu'minoway wa amilu amal fala asalihati amal wanaasan lahum hawsun ala maghfiratin dambillah iyo warisqu rizqi kariimun wanaasan wal ladina kuwa sa'u ku dadaalayo usoconay fi ibdaali ayatina ayadaha iyaga burintooda mucaajidiina way ajis gelinayaan xaalay ajis gelinayaan dadka ay culaysinay dib dhigayaan ilayhiin war waxba waxan raacin waa mucaajidiina tafsiir kale no way leedahay ulaayka kuwaas asxaabul jahiimi wa jahiimada saaxiibkeed saaxiibu waxa laga cabiraa mulaazim shaygu waxa uu laazimo saaxiib la yahay mucaajidiina laba tafsiir bay leedahay mucaajidiina ay dadka culaysinayaan dadka dib dhigayaan culaysinta ma taqaan iska joog ay leeyihiin iyo mucaajidiin xaalay isleeyihiin alla cajis galiya alla idin ma qaban kare oo alla ka baxsada kuwaasi adabkaasi leeyihiin waladiina kuwa socow u socday oo ku dadaalay bi ayatina fi ibdaali ayatina ayadaha iyaga burintooda ku dadaalay mucaajidiina dadka way dib hidayaan way culaysinayaan dadko iska daayay leeyihiin ulaayka kuwa noocaas ah asxaabul jahiimi jahiima asxaabteedu way waa saaxiibkood waxa mulaazim koodan waliga ka tagin ba saaxiib leeyna uma arsalna ma aanan dirin nabi ilaah maxamed oo min qablka adiga horta mid rasuul ee rasuul ma aanan dirin wala nabi nabina ma aanan dirin illa oo dhisay ila tamanna marku aqriyo alqa shaydaanu shaydaanka ku dhaxtoori fi umniyati qiraa'adiisa yu hada ku dhaxtoori fayansakhullahu allahu nasakhi ma yuqul shaydaanu shaydaanku wuxuu soo tuuray suma yuhkumu allahu allahu suga aayati aayadihiisa والله الله أننا عليمك أقوي حكيم أو فلسا آيات النبي الله محمد با يوحو أغريي سورة النجم أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى وحو شيطانك كسر لحتور مركة تلك الغران يقول علا وإن شفاعة للتجاء الشيطان كسر لحتور مركة زندقاء أو أحبا قرانين با النبي عرب كيسو كرني النبي عرب كيسو هذا الكفر العبيني إن الغرانيق تلك الغرانيق العلا وإن الشفاعة لتجا وحي هو النبي عرب كيسا وابنتود قراءة النبي أقريه يوشيدان نكتا أصاري قال دي وكاسي قال دي مسلم والا وذا الشجود كل وحي دهن قال دي نكالو إلهيه أن ولي عايش لي ولي ما أنتو خير كسر ويشجود وليد بن مخيرون العلوسها حتى عيد انتو ساقا دي يوجد ساري مركا النبي عرب كيسا كمخيدين gaaladii buu maqashay intuu nabiga qiraa'adiisi oo kale intuu sameeyay iyaga dhagta ugu sheegay laakiin nabiga carabkiisa ma soo marin abadan waxa way waa qisa khuraafaad oo ay taasi oo zindaqadu sameeyay markii waxaa lagu soo riday Allah subhanahu wa ta'ala ishaacad shaydaanku uu soo tooray waa la baabiyo mahir gelin wixii nabigu aqriyay sax ahaa un baahir galay way markaa qoladii ee Habashi u soo hijrootay yaa waxay maqleen gaaladii way raaceen nabigii bay raaceenoo dad badan baa ma ka dib ugu noqday waay uma arsalna ma aanan dirin min qablka horta mid rasuul rasuul ma aanan dirin wala nabiyyi nabina ma aanan dirin illa udisad difaysa ila tamanna marku aqriyo alqa shaydaanu shaydaanka ku dhaxtoori fi umniyati qiraa'adiisu ku dhaxtooriyo qiraa'adi wu hadal shaydaan ku leeyahay bu gaalada maqashiinaya nabiga carabkiisa ma soo marin fayasakhullahu allahu baabin ba yu qashaydaan shaydaanku wuxuu soo tooray oo waxba hirgelimayaan oo meeshaas laga tagin suma yuhkumullahu allahu suga ayati ayadihiisa wallahu allahu subhanahu wa ta'ala
عليم كأقوى حكيم أو فلسن شيء ولا بسيد كهف سيا أمامنا مع الله سبحانه وتعالى وحي شيطان كصوته وترتري وحي قرآنها وأسره ليجعل إنه يهله ما يلقي الشيطان والشيطان كوحي صوته لفتنة امتحان للذين كويلا في الدين في قلوبهم قلب وانا مرض كيف أي كجفته يوالقاسية قلوبهم كوى قلبي الكود أي قلليهين وإن الظالمين الظالمين تنال في شقاق خلاف بيخشوين بعيد الأفق هذا كامل كي أي قادات دبوا صوان قل ما يسوح سوفق هذا معنى دواسنا مركا ليج على الله أنت سوحي علين وحو الله قرآن كأسوغي وحي حقها وحي بادلان أبابيي بادل كبوحا ما سكاني كوى قلبي قوضة شكي كتير منافقين تأه يا كوى قلبي قوضة قلالين يهو قالة دي ساعي وقفد نوبان oy waxan inuu nabigu aqriyay intay moodaan ay ugu fidnoobaan oo halka gaalnimadii hore uga sii socdaan Allah subhanahu wa ta'ala fidnadana waxay u timid oo sheeydaanku u soo tooray oo Allah u baabiyay soo toorida hore uu sheeydaanku soo tooray liyajala inuu Allah yeelo baayu qish sheeydaanu sheeydaanku wuxuu soo tooray fitnata fitno oo diintooda laga fidnaynayo lilladina kuwi fi qulubihim qalbi qad marad jirri iyo shaki ku jira munaafiqiinta يوال قاسية قلوبهم قلب قوضك وقلالي وإن الظالمين الظالمين لفي شقاق خلاف بيكوشوين بعيد فوق عن الحقيقة معنى هيركا مركو قفكو قادو هيركا بادلكو قلب قيسا وصلدك تمركو قادو إنو صنق دا ويأدكتاي إيوال يعلم الذين كويني أقادان وطول علم علم قلسيي أنه قرآنك الحق حق إنو يهي ومن ربك كأهاري وفيؤمنوا بها أي فميان وفتخبتها أي أخشوا عدن له ألي قلوبهم قلبي يالكوض أخشوا عن ألي وإن الله ألنا الهادي الذين كوي كهنونية ويأمنوا مؤمنوا به إلى سلاد جد مستقيم وتوسن وليعلمته وحيكو عطفنته ليجعله وحي بادل كأماس الله كاني ودبدأنا له بابئي وحقي الله سغي إن وحي شيطان كصوته ري ذلك قلبي قوض بكأي فدنا ونقدان وحي حق أهانا إهل علم وأي قرتاوي وإنتهى الله بدا علم وليعلم الذين كوي إني أقادان وطو العلم علم قلسيي أنه قرآنك الحق إني سيداتها قرآنك الله سأمر ربك هذا وقرآنك الله أصغي إني ذاتك علم قليه عقل قليه أقادان إنه ألا حقي سكيم وفيؤمن بها أي فمية وفتخبطها أي خشعضه له ألا أخشعض قلوبهم قلبي الكون وإن الله الله سبحانه وتعالى لهادي الذين كوي كهنونية ويأمنوا مؤمنوا به إلى سلاد جد مستقيم وتوسن قفوا مركو حق دون يهي إلى بودان حق أكره قفوا بعض دون مركو يهينا حق شيطانكم بوسيك عدنا عون بقول لحن الله سبحانه وتعالى بالله وحقانه قفوا مركو قلب فريه حق دون يهي إلى وسيهنون وكن النبي عليه الصلاة والسلام وحو يقان قفك كعمل فلا وحو نقول العلم إذا الله فرا بودان حق أمرك تاجته مرة بلو بميسي إلى وقفته قلب جاك فصيحه ولا يزال كمل زولان الذين كوي كفروا قالوا في مرية شك منه قرآنك إيكا شكسيهم ولو قرآنكم إيكا شكسيهم حتى تأتيهم ساعة إلى ساعة أتماده بغتة سك هداءه الله مفلانا أو يأتيهم أيماده عذاب يوم يوم عذاب في يوم كاسو عقيم من ليسه مالين كدام بيساشرين حبين كدام بيانتين مالين تقيامة وحبينه كدام يوم حالينه كدام بيامتين روح قيامة ديسو حي باللعبان إيه ساعة ديسو markoo dhintay bilaaban intay nool yihiin haday xaq arki waayaan shaki bay ku sugan yihiin ila qiyaamaha sida uu baahanayaa way qiyaamahan waxa laga bilaabay dhimashada ila maalinta u dambaysay la gaaray way wala yazalu kamazulan alladina kuy kafaru qalu fi miryati shaki minhu quraanka ay ka shakisan yihiin dad quraanka ka shakisan ba jira hatta taatiyahum sa'atu ila sa'adu ay u timaad baqtata si kada أو يأتيهم ويماد عذاب يوم المالين عذاب كير عقيم أمد ليس هذا ذلك قرآن كشك سنة قرآن كديدا إن لجه وذلك شعادة قرآن كمره ما يسنع أهل البيت كيف يكبين عبورتين وحان أهل البيت كلهين أهل البيت كو وحي أهين ذلك حقيقة كتاقا النبي الله محمد قرابة إيسية في عمب أهين وحين أهل البيت كو الصمائنين باي صمائن نكوه الرئيس شعادة عبد الله بن صبي نوحوها يهود دشو يمني أيوها إسلام نمو وانقاتيني
markaas oo wuxuu dadka ku yiri Ali ibn Abi Talib baa lahaa nabinimada oo malaku Jibriil baa khayaanayo nabiga iyo Ali baa isu ekaa marka malaku Jibriil baa karan garan waayay xaguu ka galgalay Ali 19 jir buu ahaa nabiguna 40 jir buu ahaa siduu kala galan waayay nabigu gurigiisa ku noola markii taa uu dad galiyay buu yiri Ali ibn Abi Talib ilaahi baa ku dhex jiray buu hadana markii dambuudu waaba ilaahba Ali ibn Abi Talib markuu ka warhelay intuu soo ururiyay uu dab ku qoray ninkii baa baadiyay tagay baadiyuhu ka weyn masabu markii dambe tagay shiicada ninkii horeeyay bilaabay albayt ku soo ugu been abuurtay waa dadka aan quraanka rumaysanayn wali wajiga ku jira wax almulku mulkigu yawma idin maalinta lillahi allahu usugnaaday maalinta qiyaamaha la joogo maamulka allah leh adduunka dad fara badan oo wax sheegan ma jiro aniga waxan leh aniga waxan leh maalinta cidaan allah ahayn oo wax sheegan karto ana wax la dhigi kartaa ma jirto yahkumu kala hukumi allah baynahum dadka dhexdooda maalintaas kala hukumi waa hanjabaad weyn waa digniin weyn oo la inasiye weyn maalinta allah wax wax la leh iyo wax la wax la maamula midna ma jiro maalintaas kala hukumi waxa aad la hortiisay dadka maxkamada aad la tagay adiga garan falladina kuwa aamanu mu'minoobay وعملوا عمل فلا أصل حات عمل ولا أفن في جنات النعيم نعموين كجنات وضي كسوغيهين والذين كوا كفروا قالوا بي وكذبوا بيني بآياتنا أيدها يقوا بيني فأولئك كوا اللهم حاوسوا ناضي عذاب العذاب مهين دلية محكمة دي وطاع بل كمتك التي قادها قرر غفوة روما ديقنين عذبا لإنسيي قيامها مركات الله هرتكتو عمل صالح إيمان مركات الله هرتكتو barwaaqada saalleeda gaalima iyo shirki markii la la hortagana cadaabkaas la leeyahay waa digniin cadow la nasiyo waan almulku mulkigu tasarrufka iyo lahaanshuhu yawmaydan maalinta lillahi allahu usugnaad cid wax sheegani ma jirto waxan aniga la dhig adduunka waxan anaa la way badan tahay yahkumu kala hukumi baynahum dadka dhexdooda ismuhu ku kala hukumi fal ladina kuwa aamanu mu'minu bay wa amilu amal fala asalahat aamanu wala asal fi jannatin na'imi ni'mada jannadeedii ku sugan yihiin jannooyinkaas waxay yihiin waxaan ilo arag dhagu maqal qalbiga ku soo dhicin boo allu dii aadallahu lil mu'minina fil jannati ma la aynu ra'at wala udun sami'at wala khadara ala qalbi bashar wal ladina kuwa kafaru galoobayna wa kadabu bayni bi ayatina ayadaha yaga bayniyay fa ulaika kuwa aslahu muhawsunaday adabun adab muhinun dulliyah quraanka aynu ka amar qaadan insha allah gaalnimadu waxay tahay in aynu barano waladina kuwa haajaru hijrooday fi sabilillah alla darti u hijrooday oo wadankoodii iyo dadkoodii ka tagay iyagoo diintooda la cararaya summa qutilu lillahi aw matu ama dhintay oo iskoodu dhintay la yarzuqannahum allah alla wuxuu ku arjaaqi fiisqa hasanan wa nafsan wa inna allah allana lahu wa alla khayrul raziq wa huwa arzaqudan allah ba katara iyo ka qaybada kuwa hijrooday oo dalkoodii hooyo ka hijrooday oo diintooda la cararay oo dabadeedna la laayo jihad ku dhintay iyo kuwa iskoodu dhintay iyagoo muhaajiriin alla laynina iskoodu dhintay fi sabilillahi bay kulligood ku sugan yihiin allah rizqigooda uu furi way marka culimadu waxay leeyihiin sidee labadan isku mid u noqon karaan qof la dilay iyo qof la dilin labadoodu isku niyay ahaayeen muhaajiriin bay ahaayeen mid walba wadkii gooni buu helay فضال بن عبيد صحابي غير أنصاريت يا إسهو دولبان لغو جيرو يا اللبا شهيد أو مدنا من جانيق كل عدو دنتاي مدنا او إسكي او دنتاي يوكي إسكي او دنتاي وطاقي قبر جيسي مركاسا لينو ورقشكي شهيد كا قبر جيسي ما تاكت انتا كاتاكيس واسكو مدبو للمضوط فيزقي قروح يكب الله بشهادات مركي دنتان فيزقو ودي بوسعوني ولا تقول لمن يقتل في سبيل أموات walaahiyan qof dhintay oo sabiilillaahi ku dhintay wuu dhintay haddeen uu nool yahay marka allah subhanahu wa ta'ala hadii saxiixa allah ba allah lama xarbtaan boodi maxaysiya ya allah dib noo cili baydhi dib noo cili si aan mar kale u soo dhimano naf dhimatay inayna noqonayni baan xukumeey wax kala sheega ila fariin naga gaarsii dadka yagii inaan waxan helay fariin naga gaarsii nabiyilla muhammad fadiintii loo soo dhimay wala taqul lil waqti fi amwaat وتفرنت واحد والذين كوا هاجروا هجروا في سبيل الله ألا درته وهجروا ودينته هذا الله عرد ثم قتلوا للاي أو ماتوا إسكوا ضرنت يقوا مهاجرين
لا يرزقنهم الله ألا وأرزاق فيزق حسنا وناسن أمر كدين تام باب الأرزاق بقى وكبوي مهاية في الزقون وإن الله ألا اللي هو ألا خير الرازقين كوا أرزاقه أدم بكسر رأي لا يدخلنهم كوا مهاجرين تألا وقلن مدخل المكان وقلن يرضونه أي شهاد كيهن وجنبه وإن الله ألا العليم كأقوى حليم أدو الغادب ماشى اللي قالينه وامال إخالة كيهن واجنة ذي جنة مركي اللي قاليه الله خالب يكن غنيا جنة اللي جي قيمها بذا خالب كيهن مال كليين لوجو بدل الله يبغون عنها حولا مال كليين يجو وريجان مرحبا أت بخال يجيهن ماشى الله دتك شهادة ماشى سو قالينه برك شهادة وحكمنا دتك يقعد طالب علم عدن توا شهادة وين وعدت شهادة وطالب العلم وهاوي مرسو كمتشو marka waa shahiidu laakhira ee shahiidu dunyada ma aha oo xukumki shahiidka adduunka la marin maayo laakiin waa shahiidu laakhira way la yidkhilannahum allah kuwa mujahideen ta wuxuu galin mudkhana makanu gal yardawnahu ay khalikayhin wa inna allaha allana alalim ku ugu ya halimun aw falsan dalika amrullahi dalika awrki allah horta waa sida ومن عاقب قفك عقابه او دب او غيسا بمثل ما عوقب به وخي اسا لو غيسا لو عقابه ثم بقي حدنا الله ظلمي عليه دشيس لينسرنه الله الا اوغرغاري ان الله الا العفو كعفي وين غفور ودافا ايد وخي تلمامي سقول مسلمين هو سريع اما قل قاده يا قول غاليه اوتيمت وانا محرم اخر كذا بيش محرم دورك بهلبيني ودنبايه marka dibisha muharram illa dagaalana haaraan ba ahay markaasay gaaladii ba waxay isiraahdeen nimankanu bishan ma dagaalamaan in weerar ku qaad markaasay marka isku soo baxay bi ahbiyeeno ila wardaga joog way diideen markaasay dagaal intay ku qaadeen bay ka adkaadeen qoladii gaalada ahay markaasay wuxoogay cuqdad ba gashayo warida bil xurmo la inu dagaalato la xaaladu sidee noqon markaasay lay wixii liidin geysay oo hadaad u geysataan wax dhiba ma leh hadii dib dambe la idin ku soo noqdana dhagaha ka garaaca la leey madama hadii idin ku soo noqdo haa suudina la leey ay dusaasi sheegis dalika al amru dalika xaaladu waa sida waman caaqaba qofkii wax yeel la geysto ciqaaba bimithil ma shay mithalki uqiba bihi lagu ciqaabo ciqaab waxaa lagu bixiyay labada ficil ba isku mid ah halka la duwanaadaan oo midna argudad ha ahaado midna gardar ha ahaado labada ficil waa isku mid mid wal waa dib muuqda qofkii ciqaaba bimithli ma uqiba bihi wixii isaga lagu ciqaabay oo kale oo suma buqiya la dulmiyo calay dushiisa mar labaad la dulmiyo la yansurannahu allah alla ugargari inna allah alla al-afuun ka dhaafu wa yaghfuru la dhaafa dalika arinta maxaa ugu wacan oo ilaahay muuminiinta ugu gargari baana allah alla qudradiisa yuliju layla habeen ku dhex galiya fi nahaari maalinta wa yuliju nahaari maalintana wuxuu dhex galiya fi layli habeen وأن الله ألا نسميع كما قوي بصير وأركا حالة قفك مؤمنينها لو جرجاريو إله قدردي سؤيتها من كي مالتك سلاح جلي وإله الله أجرجاري يعني بكمين مقالته سلاح جلا وح أقوله قيبها بينك كم إذا مالتها لقدري قيب مالتها كم إذا نمت بها بينك لقدري شيلال كي أو كلا هبين كارده حجاجي أو كلا مالتها ده واسداتي كليين وسلاح جلي الله سبحانه وتعالى marka isbedelayaana dareemi weysan saadu la dayn qorrax dimiye laa ugmarti ku gali marka isbedelayaan dareemi weysan wa allah qudrada leh ya muuminiinta u gargaaray uu ku filan yahay allah subhanahu wa ta'ala dalika gargaarkaasi oo loo gargaari muuminiinta bi anna allah allah qudradii sutam tahay baa laga wada yuliju layla habeenka dhex galiya fi nahaari maalinta wa yuliju nahaari maalinta dhex galiya fi layla habeenka oo jilaalkii marka la joogo habeenka dheer xagaagina waxaa dheer maalinta wa anna allah alana samiicu ka maqlo way basiirana arka allah say muuminiintu ku tiirsan yihiin dalika allah samiic ee basiirta habeenka maalinta isdhex galiyay bi anna allah allahu wal haqu isaga haqa allah haqa hoos sugan wa anna ma yad'una wahi caabudayaan oo min duunihi alla ghayfin huwa al baadilu baadil way wa anna allah alana subhanahu wa ta'ala هو العلي كسرية والكبير وعظم ذا له وين الله سبحانه وتعالى مؤمنين تقول جاري يا حق سيدا إنه يقول شيء جاي وحنكو جرنا إن الله قدر لي سمرك إنه جانا إنه حقي هاي
وحن عابديان وعبادي محيل أسماء إلهي العلي الكبير باكمل يق أسماء إلهي هو معي وقري وجد وبني آدم أسماء ضي يق وحى الأسماء دي سوى حكمها سميع بصير العلي الكبير أسماء الله كمتها أسماء الله إنه الله كجرنا إنك عابدينا أسماء دي تفكروا في الخلق لا في الخالق نبي قايل خالق حكف كرينا إلهي بيوين يعني ويودي ليس دم اعتزلاته كله حكف كرينا لكن خلق هي قدرتي هي وحن كف كرينا هي أسماء دي سكف كرينا ألم ترى منه قاتي أو مكور هالشيء أن الله قال أنزل إنه كدجي من السماء السماء حق ذا ما أنبيه فتصبح الأرض أرضه حين نقن مخضرة تنسيع عقارا نقن إن الله قال لطيف كدم خيوي أو ضدك أطرة خبير نحق ذلك الله قدر يجيب علينا صوبان دقي دول كي قال الله يهامد كأها إن نبا الله هنا قال الله أمركم ما تروبكم هلو فتصبح الأرض عربية الفائدة وحالها تعقيم مركا علماء قال كيدو حليهين مركي فوقك الدابة مركابا نباتك صوبح ماي مركابا إنك وإنه صوبحا وإحنا حان سوق اللي إلى هذا الشيء مركا دماديها تشوفت دول كماركو هلا روبكو أروتي محان سوق وحليه عقاد يريد السوب أروتي بأركي قال هن ميلا عيد أوه كله إن نقول شوقي شفري مركا فتر فاد وتعقيب بالإله تعقيب ولبدا الشيء فاد اللي سوى عطفا ويسلع علميان مر الله مرك فوق كده نقولك وعلى ثانية لكن علماء بدنو دي قال الله ده عربته شوقته إسم ملاها قبل كده دول بمسو صاروا ألم ترى موجاتي علميان أن الله قال أنزل إنه دجي من السماء السماء حق هذا ماء بيو أو فتصبح الأرض أرضه أي أهان مخضرة تنتيع عقارا إسلام مركابة أرضه دي قال الله إيه وحنا بعد الله هين أبارت أهين خوك ملكو السيدة أقوده هريك عقارا إن الله ألا لطيف وخدم في يوي لمكن تمتقان وأطرى ذاتك خبير وحق قال له أن له حاسوك راضي ما في السماوات السماء وحاكسوكا وفي الأرض أرضه وحاكسوكا له سماء أرضه وحاكسوكا ودن الله إسكاله اتشاغن كتانا ما جيرتو لو الله وحا وسغنا ما في السماوات سمدا وحا كوسغن وفي الارض ارضها وحا كوسغن وان الله الله سبحانه وتعالى له هو الله الغني كهدن كاوي اون عيدنا او باهناي او لو باهنيهي الحميد او مهتن على كل افعاله او دم كو مهتن يا الله سبحانه وتعالى اسماء فربدن الله ليهي يا لينا سو هردغي اسماء دا وان عقيدينه oo aynu ku dhaqanno aqeedada aynu aswaada aqeedaynaan laakiin sida mu'tazilada al ma weyna ma dheera ma gaabna saa looma baana way wallahi subhanahu wa ta'ala